السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معانا خبر فني النهاردة عن الفنانة عفاف شعيب. الفنانة عفاف شعيب اتجوزت من ممثل مشهور جدا ومنتج كبير، يعتبر من اكبر عمالقة الفن في الوطن العربي، واخفته عن الجميع، ولحد دلوقتي مش كتير من الناس يعرف الفنانة عفاف شعيب كانت متجوزة مين. هنعرف كل التفاصيل دي واكتر في الفيديو ده، ولكن انزل بسرعة اعمل لايك للفيديو واعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد لحد عندك. هنكمل كل التفاصيل دي ولكن بعد الفاصل. الفنانة عفاف شعيب اتجوزت من المنتج والمخرج الكبير والفنان رياض العريان. الفنان رياض العريان هو في الأصل فلسطيني، وهو يعتبر والد المخرج الكبير طارق العريان، طليق الفنانة أصالة. طبعا مش كتير من الناس يعرف المعلومة دي. في بداية حياتها الفنية اتقدم لها الفنان والمنتج رياض العريان، كانت عندها حوالي 20 سنة، وكان الفنان والمنتج رياض العريان كان أكبر منها بحوالي 17 سنة. طبعا هو تقدم لها بعد وفاة زوجته الأولى اللي هي أم المخرج طارق العريان، زوج أو طليق الفنانة أصالة. طبعا في بداية حياتها كشابة لسه في بداية حياتها محدش يعرفها، كانت عندها مخاوف أو تردد إن هي تتجوز حد أكبر منها ب 17 سنة. في الوقت ده كانت بتصور أحد الأفلام، وكان اللي بيخرج الفيلم ده كان المخرج حسين كمال، وهو اللي أقنعها بإن هي تتجوز المنتج أو الفنان رياض العريان. وبعد ما أقنعها اتجوزته واعتزلت الفن لفترة وارتدت الحجاب، ولكن عادت مرة أخرى للفن مع احتفاظها بالحجاب. وطبعا يعتبر من أشهر مسلسلات الفنانة عفاف شعيب كان مسلسل الشهد والدموع. اتجوزت من المنتج رياض العريان مدة ما يقرب من 40 عام وما خلفتش منه، كان له ابن وحيد اللي هو المنتج أو المخرج طارق العريان. في أحد البرامج استضافوها وقالت إن هي انفصلت عنه بعد 40 سنة زواج. طبعا مدة كبيرة جدا لأي ست إن هي تنفصل عن جوزها بعد 40 سنة. 40 سنة من الزواج دام بدون خلفة. لما سألوها عن سبب انفصالها في إحدى القنوات وإحدى البرامج، قالت إن الحياة بقت مستحيلة بينها وبين المنتج رياض العريان، بالرغم ان هو كان جدع وحنين وطيب وذكر صفات كتير جدا حلوة فيه. وقالت ان سبب انفصالها عنه هو الغيرة الشديدة من نجاحها. الفنان عفاف شعيب في الفترة الاخيرة زي ما كلنا عارفين، وخصوصا بعد عودتها للفن بارتداءها الحجاب، قدمت اعمال كتيرة جدا زي مسلسل العار، الشهد والدموع، وعدة افلام كتيرة. طبعا هو قالت في البرنامج ان هو كان بيغير جدا من المعجبين بيها وظهورها في احد البرامج او في احد المناسبات العامة من الجمهور، وطريقة استقبالها ليهم وطريقة معاملتها ليهم. وقالت طبعا ان هي كل ما كانت بتتشهر اكتر كل ما كان جمهورها بيزيد، وده سبب له عقدة نفسية عنده، وكانت قالت ان الحياة معاه بقت مستحيلة. ولما سألوها قالت ان لو عاد بيا الزمن انا مش هكرر الزواج ده تاني.